اللي عليه الاضاءه ده سفيان رحيمي، راح فين؟ راح جناح. فسفيان رحيمي اللي هو عليه الاضاءه، فسفيان رحيمي عنده القدره يلعب مهاجم ويلعب جناح. بالزبط. المدرب كريسبو بيستخدمه كده، بس نعم. هو هيبدا مهاجم، هيبدا راس حرب عشان يتحرك في ظهر ياسر ابراهيم وربيعه. نعم. فانا بالزبط. النهارده حتى لو هاجم، بص هنا برده سفيان رحيمي فين؟ هات اللي بعدها، بص لما استلم الكره راح فين؟ دخل لجوه وشاط. نعم. دايما لما بيلعب جناح قدام ايريك اللي هو البرازيلي بالزبط. بيبقى سفيان رحيمي قدام، بيخش لجوه وبيقطع بيشوط. انا مهمتي بكره، بص بيعرف ياخد ضربات جزاء بكره. السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر. اصدقائي اول مره كيشوفوا القناه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يوصل دائما جديد الفيديوهات. غادي نشوفوا اصدقائي في هذا الفيديو الاعلام المصري اشنو تيقول على المباراه المرتقبه بين الاهلي المصري والعين الاماراتي. مباراه اللي صراحه مباراه ساخنه، مباراه فيها بزاف ديال المفاجات. تكلموا على خط الهجوم لفريق العين الاماراتي، وحنا نعرفوا خط الهجوم فيه سفيان رحيمي، شنو قالوا على الموهبه المغربي سفيان رحيمي، وكيفاش انه غادي يتلاعب بلاعبين ديال الاهلي، وخاصهم يحرصوا على هذا اللاعب هذا، لانه فعلا لاعب اللي هو شرس، وفعلا لاعب اللي كيتلاعب بخط الدفاع ديال الفرق الاخرى. والاهلي قالوا على انه خاصو يكون مجد لهذا اللاعب ولاعبين اخرين. اصدقائي ما غاديش نطول عليكم، نخليكم تفرجوا، خليوا الاراء ديالكم في التعليق، لايك والبارتاج اخوتي الاعزاء، ونتلاقاو في الاخر الفيديو. تمام. الثلاثي الامامي في العين الاماراتي زي ما احمد اتكلم، كاكو وبلاسيوس وسفيان رحيمي، الثلاثه دول عندهم لا مركزيه كبيره جدا. يعني احنا حتى لما هنيجي نتكلم عن الحالات وهنبرز خطوره كاكو وبلاسيوس، ان هم بيدخلوا للعمق كتير جدا. سفيان رحيمي زي ما قال احمد في وقت من الاوقات كتير جدا بيتحول لجناح ايسر، وبيفضي المساحه للي جاي من العمق. اوقات بيبقى كاكو، اوقات بيبقى بلاسيوس، وبعد نزول لاباكوج وتحوله لراس حربه سفيان بيروح على الجانب الايسر، وبقى عنده نفس الخطوره. الميزه بص يا كابتن، دي ده اللي في الكوره دوت. نعم. ده بلاسيوس اللاعب رقم 20، لعب قبل كده لبازل السويسري وسان لوزيرنو، يعني لاعب عنده مشاركات اوروبيه قبل كده. بص يا كابتن، التفاهم الكبير قوي اللي بين بلاسيوس وبين سفيان رحيمي، ده سفيان اللي في القلب. نعم. بيتحرك، بص البينيه يا كابتن بتعمل له من عمق الدفاعات. سفيان بيوجد نفس اللاعب، او نفس الربط بين سفيان وبلاسيوس هنا في نفس الكوره برضو. سفيان بيجيد قوي ضبط الاوفسايد وضرب. نعم. مصيده التسلل، ودايما على طول بلاسيوس بيحطها له في المساحه. الكوره الحاله اللي بعدها هنروح سفيان اهو، بص نفس كل دي يا كابتن، هتلاقي. نعم. بلاسيوس وسفيان، او بلاسيوس دخل للعمق. نعم. سفيان اتحرك خلف الدفاعات، استلم الحل بعدها، راوغ الحارس المرمى وسجل. ده. نعم. معظم اهداف العين الاماراتي اهو. اللاعب ده بقى كاكو اللاعب رقم 10. نعم. نفس الكلام برضه يا كابتن، بيدخل للقلب اهو دايما. نعم. اهو وبيعمل الربط مع نفس اللاعب. نعم. سفيان رحيمي اللي جاي من الجناح الايسر اهو، نفس اللاعب برضه هنا كاكو لسفيان، اللي دايما عنده تفوق كبير جدا يا كابتن، خليك فاكر الكلام ده. نعم. عنده تفوق كبير قوي في ضرب مصياده التسلل. نعم. والتحرك في المساحات، والحمد لله الاهلي ما بيلعبش على التسلل. بالظبط. نعم. بالظبط. ده برضو ككل لاعب رقم 10. بص دايما يا كابتن بيجيد عمليه استلام الكوره ما بين. نعم. الخطوط يا احمد، يعني بص بيستلم الكوره، هو ما بيعتمدش على انه لاعب طرف ابدا. نعم. لا دايما بيدخل لوسط الملعب اهو. ثلاثه عندهم حريه في نقطه مهمه، في نقطه التمريرات الطوليه. نعم. في ظهر المدافعين. ده صحيح. اللي في سفيان رحيم. نعم. في عمق المدافع. بالزبط. فانت النهارده انا يعني انا في مباراه الزمالك قلت ان انت لازم تبدا ضغط عالي. تمام. ودي حاجه مهمه، وبدانا كده وكنا ممكن نسجل الجونين وثلاثه في اول شوط. بالظبط. مباراه بكره انا شايف ان الضغط العالي لا. ليه الضغط العالي لا؟ لا ما تبداش ضغط عالي. ليه؟ لو بدات ضغط عالي ودفاعك متقدم سفيان رحيمي هيتعبك. بالظبط. هيتعبك سفيان رحيمي، عنده سرعات مع ياسر ابراهيم وربيعه. لا انت لازم بكره تلعب جيم دفاعي مميز زي ما عملت يوم اتحاد جده. دفعت بشكل كويس، بس خلينا نقول توازن اكتر، يعني توازن. بس مع التحولات بكره. مباراه تحولات. بالظبط. فريق العين بص حضرتك سفيان رحيمي دايما. عنده اصرار على العمق. بص هنا الجبهه الشمال اللي كان بيتكلم، بص سفيان رحيمي بيعرف يسرق قلبين الدفاع ازاي ويتحرك. هات الصوره اللي بعدها، ماشي على طول هنا على طول، حتى كمان ضربات الراس اتطور فيها. سفيان هنا الغامق يا جماعه. اللي هو عليه الاضاءه. اللي عليه الاضاءه. اللي هو بيلعب براسه. كمل هنا برضو سفيان رحيمي في العمق، دايما عنده اصرار ان هو يتواجد في العمق. بالظبط. كمل اللي بعدها على طول، هنا وقف ثانيه واحده. بص حضرتك ده اللي بتكلم فيه. لو انا لعبت ضغط عالي بكره ولعبت دفاع عالي، انت بكره هتلاقي سفيان رحيمي مميز قوي في حته الاختراقات. فانا لازم حتى لو عملت ضغط عالي يبقى في فترات قليله قوي في الماتش، عكس مباراه الزمالك. بكره المباراه تكتيكيه، محتاجه ان انا اقفل بشكل كويس واعتمد على التحولات. لازم التحولات بتاعتي تبقى شكلها كويس، لازم يبقى عندي سرعات على الاطراف،
لازم ده اللي احنا عملناه في مباراه الزمالك الثانيه مش لا. الاولى طب ما هو الفرق بص يا كابتن الفرق بين ويا احمد الفرق بين النادي الاهلي وده معانا نقطه من محاور الحالات النهارده ايه اللي فرق بين اداء الاهلي في مباراه السوبر المصري والسوبر الافريقي ليه النادي الاهلي ظهر في السوبر اللي احمد بيتكلم عليه ان احنا في المباراه الاولى لعبنا جيم دفاعي المباراه الثانيه لعبنا جيم متوازن بص هنا بلال هنا سفيان رحيمي بقى لما بيروح جناح لما بيتزنق يروح منزل لاباكوجو اللي هو التجولي المهاجم راس حربه بص هو اللي معاه الكوره لاباكوجو اللي عليه الاضاءه ده سفيان رحيمي راح فين راح جناح فسفيان رحيمي اللي هو عليه الاضاءه فسفيان رحيمي عنده القدره يلعب مهاجم ويلعب جناح المدرب كريسبو بيستخدمه كده بس هو هيبدا مهاجم هيبدا راس حربه عشان يتحرك في ظهر ياسر ابراهيم وربيعه فانا النهارده حتى لو هاجم بص هنا برده سفيان رحيمي فين هات اللي بعدها بص لما استلم الكوره راح فين دخل لجوه وشاط دايما لما بيلعب جناح قدام ايريك اللي هو البرازيلي بيبقى سفيان رحيمي قدام بيخش لجوه وبيقطع بيشوط انا مهمتي بكره بص بيعرف ياخد ضربات جزاء بكره مين اللي هيقف مع سفيان رحيمي مروان عطيه لازم يبقى تالت قدام الاثنين مباشره لا لازم امنع الهجمه المرتده لازم تفكيري قبل ما اجيب جون امنع الهجمه المرتده امنع سرعات سفيان رحيمي اخطر لعيب بكره على النادي الاهلي سرعه سفيان رحيمي طيب خليني اسالك يا بلال على ديفنس نادي العين الاماراتي ومن خلال الارقام اللي الكابتن الدكتور احمد ثابت جابها لنا هي ارقام ضعيفه بالظبط خلينا نكون بمنتهى الامانه يعني في المباريات الكبيره بتهتز شباكه كثيرا يعني كيف نستفيد من الاخطاء اللي بتبقى موجوده في دفاع نادي العين؟ بص يا كابتن نادي العين عنده مشكله كبيره جدا في المساحات اللي بتبقى دايما موجوده خلف الظهير الايمن والظهير الايسر اللي هو بندر الاحباب رقم بندر الاحبابي الظهير الايمن وايريك البرازيلي بندر الاحبابي بندر الاحبابي ايوه انا لسه راجع من الامارات وكده كده انا فهمتها بندر الاحبابي الظهير الايمن دايما عنده مسانده هجوميه لان هو في وقت من الاوقات يا كابتن كريسبو بيحول الظاهرين لاجنحه علشان يدي علشان يدي احمد فرصه لبلاسيوس وكاكو ان هم يدخلوا لعمق الملعب لان خلي بالك احنا النادي الاهلي بص يا كابتن دي مثلا دي حاله من الحالات في مباراه الهلال بص خط دفاع العين كله متقدم ودي ده الكره مع نيمار تقريبا يا احمد لما نزل في اخر المباراه حاله واحد لواحد بص يا كابتن الحاله اللي بعدها بص سوء التمركز اللي عند رباعي الدفاع الوقفه نفسها غلط التحرك الكره دي بالمناسبه اصفرت عن هدف يعني رغم ده الطرد تقريبا ده الطرد كانت لا دي بقى بص يا كابتن دي برده حاجه ثانيه الكره دي اللي هناك في اليمين خالص ده احمد كانسيلو هيستلم الكره دلوقتي بص يا كابتن بص انا عايز حضرتك تشوف المساحه اللي ما بين قلبين دفاع جماعه خلينا ما بيننا نقول كانسيلو ونيمار ومش عارف ايه ده لعيبه في الدوري السعودي يعني ما بتكلمش عن الدوري الانجليزي ولا الدوري الاسباني ولا مانشستر سيتي انت بتتكلم على الهلال السعودي وكريستيانو يعني فبقت الدنيا طبيعيه يعني اتفضل بص يا كابتن المساحه الكبيره اللي ما بين قلبي الدفاع كاردوزو وكوامي زي ما احمد اتكلم وشرح بص يا كابتن سافيتش واقف لوحده خالص في وسط قلبي الدفاع الكره هتتلعب على طول اهي العرضيه من كانسيلو ارتقى للكره بص يا كابتن المساحه كبيره قوي ما بين قلبي الدفاع ارتقى سافيتش بمنتهى الحريه المهاجم طالع لا متراقب واللعيبه بتبص على الكوره بس عايز اقول لك حاجه يا دكتور احمد انا يعني مثلا في الريال والبارسا ما ليفاندوفسكي ملتاو ومش عارف جنبه تشاوميني ولا مين روديجر والكره بتترفع وطالع وبيحطها بدماغه في الجون وكان الجون الثالث باين او حاجه زي كده اي فرقه لها نقاط قوه ونقاط ضعف اي فرقه لها نقاط قوه ونقاط ضعف احنا بنتكلم ازاي نقدر نستفيد من الثغرات اللي عند فريق العين بكره المساحه بص يا كابتن دايما خط الدفاع بيلعب هاي يعني ضغط عالي دايما المساحات في ظهر الظاهرين دايما هتلاقي الظاهرين مش موجودين يعني بص الصوره دي يا كابتن ودي انتهت بهدف لما راحت طويله بالظبط سالم الدوسري راوغ الحارس بالظبط وجاب هدف دي النقط اللي احنا لازم نشتغل عليها بكره كويس قوي حسين الشحات بيرسي تاو في سرعه الكره ده الظهير الايمن بقى كابتن بدر الاحبابي اهو سمح للاعب الهلال ان هو يصوب زي ما سمح هناك ايريك الظهير الايسر للاعب الهلال يا احمد ان هو يعمل الكروس الظاهرين بلغه الكره كابتن طيبين شويه يعني حتى في الكور بيهتموا بالجانب الهجومي شويه جدا جدا يعني هو دايما حتى بلغه الارقام زي ما ثابت عرض عندهم ارقام هجوميه كبيره جدا في المقابل ارقامهم الدفاعيه
يعني خطيره جدا، سهل جدا ان انت تقدر بكره تشتغل على المساحات اللي نعم. خلف الظاهرين، تقدر تلعب في العمق. وسام ابو علي يقدر بتحركاته، وسام مميز بالمناسبه نعم. في حاجه يعني تميز اي فيرود، وحضرتك اكيد عارف التحركات العرضيه نعم. وسام دايما بيتحرك بالعرض زي سفيان رحيمي ما, نعم. ما بيفضل بيصبر لحد ما بتتعمل له التمريره. مهمه بكره امام عاشور واحمد نبيل كوكا لو شارك من البدايه، وحسين وتاو او طاهر لو شارك، ان هم يعملوا لوسام التمريرات اللي في العمق نعم. دايما يستغل المساحه اللي خلف الاظهره والمشكله اللي في العمق بين قلبين الدفاع. طيب في حاله عوده يحيى نادر مع بارك يونج، هل ده ممكن يدي شويه استقرار وثبات لدفاع نادي العين؟ اعتقد هو بص حضرتك، هو مشكلتهم كلها في التحولات نعم. التحولات الدفاعيه أي. يعني لو معانا نقاط الضعف بس، لو نجيب اول صور في نقاط الضعف يلا. ليه بقول لحضرتك ان بكره الجيم مطلوب من كولر ان هو يلعب جيم تحولات، يعني ان انا هدافع بشكل كويس واتحول. ليه؟ هم فرقه الارتداد الدفاع مشكلتهم الاساسيه في الارتداد نعم. بص والجبهه اليسرى نعم. يعني هنسرع برضو، بص حضرتك هنا عندهم ايريك دايما هنا، بص الجبهه الشمال عندهم نعم. مشكله فيها، بص المهاجم فاضي ايوه، الاثنين المساكين سايبينه والناس كلها عينها على الكوره. هنا وسام ابو علي ممكن بكره يسجل من خلال ده. وقف نعم. بقى الصوره دي ثانيه واحده، هنا مشكلة فريق العين الإماراتي اللي لازم كولر يبني، أنا شايف وجهة نظر إن هو يبني خطته عليها نعم. عندهم مشكلة في التحولات، بص الارتداد بتاعهم هم دي كانت على فكرة ضربة ركنية ليهم نعم. على ما يرجعوا بياخدوا وقت جدا، ده دي خلصت بجوم نعم. فدي وكذا كورة في الوقت الضايع ودي كذا نعم. كورة. فأنت النهاردة عشان كده مهم نعم. هدافع بشكل كويس، طب تحولاتك هتبقى، ما أنا مش مهم إن أنا دافع بس نعم. لا أنا عايز تحولات نعم. طاهر لو هيبدأ ناحية اليمين، حسين الشحات لو هيبدأ ناحية الشمال، لازم تعمل لي تحولات، لازم يحيى عطيه الله ينطلق، عايز تحولات تبقى بشكل كويس عشان تقدر تكسب الفرقه دي، لازم تحولاتك تبقى شكلها كويس. طول ما تحولاتك شكلها مش كويس نعم. مش هتعرف تكسب. عندك حاجه تاني في فرقه العين؟ كمل يعني كمل الصور، بص نعم. حضرتك هنا دي الجبهه اليسرى نعم. كمل برضه هنا نفس الجبهه اللي بيشتغلوا عليه اي فرقه بتشتغل على ايريك اللي هو الجبهه اللي هيبقى فيها حسين الشحات واكرم توفيق، لازم تشتغل عليه. هات بقى الضربات الركنيه بعد اذنك، الضربات الركنيه مهمه جدا جدا جدا. الضربات الركنيه هتلاقيها في الملف اللي قبل ده، واحده من اهم الحاجات اللي بيشتغلوا عليها فريق العين الاماراتي. بيعملوها على القريبه، على القريبه عندهم اثنين، لو بتتلعب الناحيه دي ناحيه الشمال في ثلاثه بيروحوا، واحد بيبقى واقف ورا، واحد مقرب. ايوه بص هنا حضرتك ده دول اثنين اهم. هات الصوره اللي بعدها بس، ده الجون اللي جاب. وقف بقى هنا بيبقوا ثلاثة، واحد بيبقى واقف ورا اللي هو ايريك، واثنين اهو عشان يلعبها الرقم ثلاثة. فالنهارده لعيبه الاهلي لازم تخلي بالها من النقطه دي، ان انا عندي ثلاثة بيبقوا في الضربه الركنيه غير مراقبه نهائي، بيعملوا زياده عدديه في جنب. تكتيك حلو بصراحه. وبعدين بتقوم مرفوعه لمين؟ لفابيو كاردوزو، عشان كده قلت لك فابيو كاردوزو لازم يكون بادئ. كمل هتلاقي برده هنا ضربه ركنيه ثانيه اتلعبت على اثنين، هتلاقي الثالث واقف ورا. هات اللي بعدها اهو نفس الشكل نفس الشكل، بتترفع لمين؟ لفابيو كاردوزو المدافع نعم. البرتغالي. يبقى انا حفظتهم، انت قدامك الناحيه ديت ثلاثه بيروحوا، يبقى انا لازم ازود واحد نعم. لعيبه الاهلي تبقى حافظه لازم ازود واحد. هم بيستخدموا كاردوزو يا كابتن زي ما احنا بنستخدم في وقت من الاوقات ربيعه نعم. او كنا بنستخدم محمد عبد المنعم في وقت من نعم. الاوقات لانه بيجيد الكرات. احنا كنا بنرفع على مره واحده. هم هنا بص هم هنا بلال، نبعت له تحيه بقى على الهواء. توفيق منعم، توفيق مفتقدينك بس بالتوفيق يا حبيبي ان شاء الله، والف مبروك التألق للمباراة الثالثة على التوالي. امبارح عمل ديربي موناكو شال واحدة من الأخطاء، لا ما بتتشالش يعني. بالظبط. وأنا بيني وبينك على الهواء قالوا لي موناكو كسبان واحد، اتنكت. طلعت قال لك ده نيس كسب 2-1، قلت لهم كنت تقولوا لي كنت عشان أعمل فرح يعني، زي ما عملنا فرح لصلاح. اتفضل. فهنا هنا بص حضرتك الضربات الركنية برضه بتتلعب على مرتين، هنا نفس الشكل، هات اللي بعدها ماشي. برضو ايه فابيو كاردوزا وسجلها براسه. اذا سلاح مهم عندهم الضربات الركنيه. سلاح مهم ولازم نخلي بالنا. الضربات الركنيه. الضربات الركنيه سفيان رحيمي نعم. تسديدات كاكو نعم. خطورتهم في الضربات الركنيه نعم. التمريرات الطوليه اللي بيلعبوها لسفيان رحيمي تسديدات كاكو اللي هو صانع الالعاب. بالظبط. ده دي ابرز خطورتهم، لكن عندهم مشاكل. اهم حاجه الارتداد. بطيئين جدا في الارتداد، لازم انت تستغل التحولات بتاعتك تكون بشكل كويس، والضربات الركنيه اللي عليهم نعم. مش كويسين فيها. زي ما اتكلمت برضو في نقطه حارس المرمى، انا بشوف ان التسديدات بتاعتنا مهم جدا بكره جداً ان نشوط. طبعا طيب. طبعا قبل ما نخلص العين، لو عندكم حاجه ثانيه في العين قولوا لي، بس قبل ما نخلص العين دايما اللي معروف يعني بحكم برضو ليها صداقات و ان العين بيجيد اللعب خارج الامارات، يعني هو مش من النوع اللي بيخاف من تواجد جماهيري او لا، بيجيد اللعب ما عندوش مشاكل خالص. عملها السنه اللي فاتت. نعم عملها السنه، ده اللي ميزه في بطوله اسيا اللي فاتت. بالظبط. كسبان النصر، كسبان الهلال. ممكن اقول حاجه؟ عارف ليه يا كابتن؟ طبعا. عشان هم
ميزتهم بره ملعبهم ان الفرق بتفتح فبتديهم مساحات ورا، فسفيان رحيمي بينطلق عشان كده بيتالقوا بره ملعبهم. مظبوط اصدقائي، وصلنا لنهايه الفيديو، وكنتمنى من هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم كيف ما شفنا اصدقائي في هذا الفيديو الاعلام المصري اشنو قال على سفيان رحيمي. نتمنى مباراه تكون جيده للفريقين، وكذلك اصدقائي وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد موضوع جديد، والسلام عليكم.